انا برج ايه؟ برج القوس. يعني الكوز ده معروف ان هو بيبقى بياخد حقه صح؟ ياخد حقه دهبا. يا ندى حبيبتي ندى، والله دهبا ايه ده؟ البرج. انا يعني يا جدعان عايزين كوفازات، خدوا على عايزين قفاكم فازات يا جماعة. عايزين نلموا شوية كوفازات لحد لما نلعب مع ناس عندها مستوى. أسمعك أغنية تفك بيها؟ يا ندى يا قلب يا ندى. انا اشغل دي. طب انت يا ندى انت بتبعتي لي قلوب وبوس وانت مش عامل لهم متابعه، انت بتبعتي لي ايه بس؟ عايز تفك معايا يا كمان. زمان انا خدت درس وغلط. لا 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 في 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 وصلنا خالتي. اصحى 15 اصحى لسه. واحد بيقول لي هتروح حفله نادي التجارين، هتبقى امتى الحفله دي يا صاحبي؟ يعني لو ابويا فيها هتبقى امتى؟ قول لي هتبقى مثلا، اقعد اكتب كذا مره وانا هشوف الكومنت بتاعك. يلا يا فايح. يلا على فكره انا عايز اقول لك على حاجه يا جدعان، انا عايز اقول لكم على حاجه يا جدعان بجد. انا عشان اثبت لكم يعني ان انا من جوايا انا نضيف وسالك، البت دي دمها خفيف وجميله وزي القمر، وانا كنت بتفرج على فيديوهاتك وبحب فيديوهاتك اقسم بالله، وبحب فيديوهاتك وكنت بعيد الفيديوهات كذا مره وبشيرها مع اصحابي. انت ما شاء الله عليكي، ربنا يا رب يجعل في وشك القبول دايما، انت زي العسل وربنا يعوضك بخير. ده انت متابع يا حوده؟ لا لا ما تابعتش الاخيره دي، بس انا بقول لك يعني ربنا يعوضك بحاجه، يعني ربنا يعوضك بتمثيليه بمسلسل باي حاجه، عشان انت فعلا بنت شاطره وانت جدعه كمان، يعني شكلي غلبان. يوم 22 تمام يا جدعان ان شاء الله، لو انا هنا والله في مصر العظيم انت ذوق. الله انا ما عادي يعني، لما اقول كده انا مش هخسر حاجه. لا عادي، او انا اتمنى انا يعني الواجهه بتاعت البرنامج، بس مش مهم انت برضه ما شاء الله. لا ده انت متواضع جدا جدا. طب شغل لنا حاجه يعني كده. انا تقريبا نفسيتك انبسطت؟ لا والله حاسه في حته من جوه وجعاني وحياه ربنا. لا يبقى اسمعي دي بقى، ده برضو عفروتو من عندنا من اسكندريه هنا، مش عارف ان اسكندريه كلها ابطال. تحيه لاسكندريه ولكل الدول العربيه. يعني انا لو جيت اسكندريه هتعزمني يا حوده وتعمل معايا الواجب وكده؟ ثواني عشان انت خدت عليها قهوه، بتستني اوعي تبص. بص في ناس تمد لها صبعك تاخد ايدك كلها. استنى يا حبيبتي. قول ايه؟ ولا حاجه. لا قلت ايه؟ معلش مش بقول كده. هتعزمني يعني ولا انت مش هتعزمني؟ ولا انت قاعد كده زي اللي بقول له؟ لا مش انت، لا مش انت. دايرة الرمل ابدأ رجال اخواتي يا جدعان، كل واحد ساكن في حتة يكتب هو منين. انا من الاباري، من اسكندرية، من مينا البصل. اي حد يتشرف بجيته يكتب هو منين. المنصورة، امبابة، الحضرة، شبرا، العصافرة، أجدع رجالة وإخوات وحبايب قلب، أسيوط، إمبابة، خلينا الأغنية. العطارين يعني بابا عبده، المعادي، بنها، أسوان، صوان. على فكرة يا حدى أنا كمان كان عندي شقة في اسكندرية، بس لسه برجعينها من كام سنة، من سنتين تلاتة كده. من كام سنة؟ أنا كده فكرت من كام يوم. كنت قاعدة في سيدي بشر. في سيدي بشر؟ إخواتنا. ما أنا يعني اعتبرت ساعة ونص من هنا، ساعة ساعة. يا لهوي ده بعيد قوي يا جوكر. لا ما ساعة دلوقتي، انما لو بالليل خالص، لو مثلا الساعة 4 5 الفجر كده مثلا مفيش زحمة، ربع ساعة ثلث ساعة بقى هناك. من شغل لي الأغنية قبل ما تنزل. لا مش هنزل أحمد. التلفزيونات يا جدعان، أنا قاعد معاك شوية، أنت تستاهلي تستاهلي كل خير. أنا ليا الشرف اللي أنت ده، أنت فنانة يا لهوي والله. إيه ده قلبي. إيه اسمك إيه بقى أنت الحقيقي؟ فرح. فرح فرح. إيه ده، إيه الكسفة دي؟ يا زوبة. انا طلعت مع يا ندى، جوكر، هشام، محمد عبده، النمر. ازومة خلي الكفاز معاك يا زوبة. يلا ناخد كفاز تاني منك كده عشان برضه. يلا بصي بقى، محدش بيعمل حاجة لله والله. ركزي معايا. لا بجد انا بعت لك قصدي، انا عارف، انا بفتح اللايف بقفل الجستات. ما اللي ايوه اللي كنت هبعت لك من كام يوم لقيتك قافل فعلا. ما بفتحش الجستات، انا بقفل الجستات وانا بنقي الناس اللي انا بحبها، عشان كده انا بعتلك.
ماشي يلا شغل لي اغنيه. انا متجوز وعندي احمى على فكره، يعني بقول لك ايوه انا عارفه بشوفك. ايوه يعني مش معنى ان انا بقول لك انا بحبك ان انا بحبك حب جواز، لا بحبك حب اللي انت فنانه وجميله، فاهم حاجه؟ اختي يعني. انا فاهمه، انا هو حد قالك عليا عبيطه؟ هو انت بتتعامل معايا كاني ما بفهمش. انا لما بروح بالليل بحاسب يعني، انت قلت لي انا بحبك فاهمه؟ ايوه قلبي يا وصلت يا خالتي. اه يلا الحمد لله الحمد لله. ربنا يعوضه بالاحسن وربنا يعوضه هو بالاحسن. عوضه الحمد لله. ده ما شاء الله يا ست. بصي النصيب ده حاجه بتاعت ربنا. اه والله كل حاجه مكتوبه يا عالم، يعني لو انت نصيبه وهو نصيبك فكده كده. دخل يقول لي المصفوعه من انا مصفوعه؟ يا دراجز لا انت كده المنطوره. انا كده متخانه. ايه ده وكلمها وانت على زم... وانت بتكلمي؟ يا حبيبي ما تخلينيش اتكلم. لا مش خلاص ما... انا ماليش دعوه باي حاجه، بس لو كده فمش لطيفه يعني، انما لو فركشت وهو خطب او لا لا سهل. زي ما انت قلت الاول. وانت بتكلمي؟ وهي قبلت؟ بقى دي خلقه بصراحة. هو عنده حق، هي دي منظر واحدة تمشي معاه. لكن انت عملت له عمل فين؟ والله لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ما في حد مسمي الاكونت بتاعه. ما تزعليش مني برضه فرح، الولد عنده حق، هي انت مش منظر برضه فرح، ما تزعليش مني يعني. عادي يا حبيبي، انا رايحة انفخ لي بقي واشغل لي مناخيري وبوتوكس وفور. لا مناخيري يا عم مناخير. لا بيت هو عادي ابقى زي الفل. ما تتكلميش عن مناخير يا بيت. ليه يا بكمع مناخير؟ المناخير انا بكمع مناخيري. اه مناخيرك انت، ماليش دعوه. ماليش دعوه انا. لا انا بكمع مناخيري انا مش انت. انت مناخيرك تحفه. طب ايه؟ ايه الجمال ده؟ دي مناخير تحفه. بصي انا هلغي لك المتابعه واعمل لك متابعه من الاول وجديد عشان اثبت لك. لا والله العظيم بكلمتين بجد والله العظيم. ممكن هو خسرك وربنا برضو يعوضه بالاحسن. عادي كان ممكن اكون انا شاري ليه يعني، يعني كلها بتبقى صح. وعسى ان تكرهي شيئا وخير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. فالحمد لله ان انت وهو طالما في متعودين على الكلام ده يا حوده من انا قد كده يعني، عادي ما بقاش يحوق يعني. اه ده انت بقى لافه بقى. لا مش كده والله. امال ايه بقى فرح؟ مش كده قلبي يا هوفة. لا يعني قصدي متعودين ده ده خطيبك الكاين. والله اول واحد. ده اول حب في حياتك بامان؟ ايوه او يعني كان في حب وانا في المدرسه، بس زي ما حب المدارس ده بيبقى وانطه، انما الحب بقى اللي هو بتاع بعد. أيوة. هو اول حب وانت بالنسبه له اول حب؟ يلا الحمد لله. يعني هو كان بياخد بيطلع منك عشان يتل... ماشي يلا الحمد لله. انس نزومة مين اللي خلف؟ سندباد. واخر حاجه زومه برضو. انت كده لو نمت انا هاجي لك دلوقتي. اخدت يعني قفاز زومه عمر سندباد. اه عمال ناخد منك قفازات الصراحه. عارف يا زومه انت لو قفلت ونمت ده بجد انا هجيلك الرمل دلوقتي. تقفل وتنام يا زوما. لا 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 زوما انا اللي بقول لك. هو زوما ما بيقدرش غير الجدعان على فكره. انا كمان جدعه جدا. اثبتي لي. طب عايز نظرتك ازاي؟ اشحني لي النت بتاع البيت. بكام؟ بقى ب 3700 و 3000 واحد. لا يا ربنا. هو انا لو معايا المبلغ ده كنت زماني فاتحه باب. انت عندك كام سنه؟ تديني كام سنه؟ ميرسي. 18؟ لا عندي 22. بسم الله ما شاء الله. يا جدعان ما تيجي والله واحده عبيله واديله كده. يا رب حد يفهم. عبيله واديله. انت عندك كام في اللايف؟ عندي 560. ده الريتش بتاعك اصلا صح؟ يعني اما والله بيبقى 300 350 400 كده. مع ان انت تستاهل اكتر من كده. يلا واحده عبيله واديله. ما بيقدروش. عبيله واديله. ما بيقدروش. ميرسي. ما بيقدروش بقى.
ايه ده ايه ده ايه ده منسيه زومه نت. يلا يا جدعان مش مهم يا جدعان، بس اهم حاجه ما الونات ما تخسر يعني، واحده عبيله واديله بس الونات ما تضيعش. بقى عندك كام في اللايف دلوقتي؟ بني 1500 1600. انت عندك كام في اللايف؟ 9000. اه لا كنت نفسي اشوف نفسي عليك دلوقتي واقول لك انا عندي 1600 في اللايف. لا ما طب انت عندك كام واحد في اللايف دلوقتي؟ 1800. غمضي عينك يا فرح، اول ما اقول لك افتحي افتحي حامله اخواتي، تستاهل خير، تستاهل كل خير دي، واحده برجوله. غمضي عينك يا فرح. عايز افتح. لا استني بس استني، يلا واحده واحده بقى برجوله هناك. استنى استنى الفلتر بيروح وبيجي، مش مهم مش مهم. والله والله قافله. تمام معرفش في عندك كام بس افتحي. ايه ده الله ايه عندي 3000 في اللايف. اخواتي يعملوا لي فولو. اعملوا لها فولو تستاهل، وعلى فكره محتواها حلو. انا بقول لكم على ضمان انا يعني، لو 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 هي حد مش كويس او حد مش محتواه وحش انا هقول لكم ما تعملوش. بامانه والله العظيم ثلاثة، والله العظيم أنا كنت بتابعها والله العظيم يعني، مش ما كنتش بخش بالاسم أتفرج لا، بس لما كان بيعملني فيديو في ناس ياما قوي كنت بعمل لها نوت انترستد، بس دي بالذات كنت بتفرج على الفيديو لأن كان الفيديو ما شاء الله هما الاثنين كانوا كاريزما مع بعض وكان دمهم خفيف وكانوا الاثنين اليدغة بتاعتها كانت حلوة. حاجات حلوة ربنا والله يا أحمد مش عارف أقول لك إيه. والله شكرا والله العظيم، نسيت ال 130,000 نقطة اللي نزلوا في وشي خلاص. مش مهم مش مهم. عندك كام دلوقتي انت في اللايف؟ عندي 3600. ايه ده ده انت بقيتي جامدة كده، ده انت بقيتي جامدة كده 3600، انت ممكن تموتي الدنيا بيهم دول. ما بحبش اتكلم عن نفسي. لا حق ولا يهمك. الونات لو راحت هجيلك مكانك اجيبك من شعرك وهديك. لا استنى قبل ما الجولة تخلص، قبل ما الجولة تخلص يا جوكر نسيت يا رامز. قبل ما الجوله تخلص لو انا كسبتك هنزل هتلاقي كروان. لا 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 في ناس تجيب لها كروان وفي ناس ما ينفعش، دي انا ازعل لو حاجه حصلت. انا بحب كروان قوي. احي طب هجيبه لك. ما بلاش يا روق يا فرح. اه ماما مش هيقول لي حاجه. اقول لك على حاجه، انا كنت هتجوز شهر 5 اللي فات ده 6. انا ايه ده انا كنت هتجوز 6 برضه. انا انا اتجوزت في 6. اتجوز 6 ولا كنت بتجوز في 6؟ لو 6 في 6 انا 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 اتجوزت 5 6. هو مش ليك 4 بس؟ 5 مش عارف. تمام تمام. هو ده سبعات دي، حته سبعات طرش دي ماشي. فانا كنت هتجوز في الشارع اللي في دار الكيوان. كنت هتجيبه كيوان يغني؟ انا بقى كنت مستحمله الجواز عشان اروح اشوف كروان. انت اصلا منين يا فرح؟ ايه انا من المقطم. اجدع ناس اجدع ناس. امبارح احنا رحنا الكافيه عند مداهم ما شاء الله بقى وشفنا. ايه ده من عندك لعند مداهم؟ لا لا يعني حوالي تلت ساعه بالعربيه. ايه ده امال انا اخدت وقت ليه؟ ما انت عشان من اسكندريه بقى يعني، من اسكندريه تجمع. لا بس يعني من كارته من كارته بتاعت القاهرة لحد مدام كتلة. اوعى تجحفلوا يا جدعان الونات الونات. وما حدش يجحفل. زوما ايوه الونات يا ولاد اللعيبة. عاش عاش. الجولة دي احنا فيكم فاز. يا ندى يا زوما يا احمد يا شاهد يا في سلام الله ماما كمان. ندى خلي الكوفاز معاكي يا زوما، خلي الكوفاز معاكي. ثلاث كوف اربع كوفازات اربع كوفازات مني؟ اه منك. هو ما خدهمش منك يعني، انت مش حاطهم في البنك التيك توك. استنى هجيب لك هجيب لك كروان، مع ان انا قلت مش هطلع معاه ولا هبعت له. يلا اخر جو سلام. ايه خد ابوس بوس هتلاقيني نطيت لك، خدت العربيه وجيت لك الرمل براحتك. يلا يا جدعان واحده كوف ولا واحده كبيس برجوله يا جدعان. تكبيس يا جدعان بما يرضي الله، تكبيس بما يرضي الله. يلا تكبيس بما يرضي الله بقى. يلا يلا
كروم مش فاتح، كروم مش فاتح عادي تتعاون مرة تانية.